صباح النور نادين. صباح النور. أفلام والثورات عديدة، لكن حبيت أختار 5 أفلام يلي هي أفلام مختلفة من بلدين ومن أحداث، يمكن بغير حلقة ممكن نتطرق لبقية الأفلام. الفيلم الأول يلي رح نحكي عنه اليوم هو فيلم معركة الجزائر من إنتاج 1966. الفيلم يعد من أهم الأفلام التاريخية لأنه بيصور التحرير الوطني بالجزائر ضد الاحتلال الفرنسي، من إخراج الإيطالي خوليو بونتيكورفو، صنع إذا فينا نقول فيلم تسجيلي فيه مشاهد حقيقية. ما تعليقك على هذا الفيلم؟ عفوا، هي أولا مثل ما قلت هو يمكن تكون أول ميزة له هذا الفيلم إنه هو شهادة بصرية عن أحداث صارت حقيقية، وبالتالي استخدم طريقة التوثيق مع إذا بدنا نسميه الروائي أو المتخيل. فكانت هذه من التجارب القليلة بالبدايات بهذيك الفترة يلي بيمزج بين هالنوعين سينمائيين. هو أكيد بالنهاية منه يعني سينمائيا، إذا الواحد هلا بده يحلل ويناقش يلاقي فيلم إنه منه يعني هالقد فيلم عظيم سينمائيا، لكن هو أكيد فيلم كتير مهم لأنه تابع كتير تفاصيل من الحياة، إذا بدنا فينا نقول الحياة اليومية بس مش على مدى سنوات طويلة، يعني للثوار الجزائريين، للصراع مع المحتل، لتفاصيل كثيرة بحياتهم وبكيفية مواجهتهم للمحتل، وخصوصا بهالفترة من السنوات يعني 1966 كمان كانت بعد السينما في تجارب مختلفة، يمكن كان في رؤية مختلفة. صحيح، وكان العالم عن تطور اليوم. صحيح، وكان العالم عم بيتغير كمان، يعني أوروبا كانت عم بتتغير مش بس يعني مش بس عندنا بالثورة، هن كان عندهم ثوراتهم كمان بمعنى بالاجتماعية والثقافية والحياة اليومية. فكمان هذه اللحظة كان هو فعلا من الأفلام المهمة على هذا المستوى. رح ننتقل لثورة حديثة قبل ما نرجع على ثورات قديمة مختلفة، مع فيلم الميدان يلي هو فيلم مصري أمريكي يلي رشحته من قائمة الأخيرة لجوائز الأوسكار للأفلام الوثائقية، وحصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان تورونتو السينمائي، وهو أول فيلم مصري بيوصل للمرحلة النهائية بترشيحات جوائز الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية يلي أكيد بيروي ثورة 25 يناير منذ بدايتها، مرورا برحيل الرئيس السابق حسن مبارك وأجواء الشباب وحسني مبارك وأجواء الثورة الشبابية. شو فينا نقول عن هذا الفيلم يلي بحب ذكر أنه الفيلم منع عرضه في مصر؟ بطبيعة الحال منع لأنه هالقد مهم، لأنه هالقد لقط الأشياء يلي ممكن ما يقدر يعني ما يقدر نظام معين أنه يتحمل يشوف هذا الشيء، لأنه بيحكي عن تفاصيل، يعني في كاميرا عم تلاحق الاشياء اللي عم بتصير على الارض، يعني مثل ما بيقولوا اسمه الميدان، يعني بس كمان بيقولوا انه ما يحدث ميدانيا يعني كمان بذات الوقت. ف يعني اكيد هيدا بتصور انه هيدا الشغل يلي هو يميل اكثر الى السينما الوثائقيه بالمعنى السينمائي يلي هلا نحن صرنا عم نشوفها كثير موجوده، يعني بطل انه مجرد تسجيل، مش بالضروره يعني بقول انه هو بيدخل الاشياء الروائيه او الاشياء المتخيله لانه هو مش هيك، ولكن هو خارج يعني هو بعيد كليا عن مفهوم الريبورتاج التلفزيوني بقدر ما هو توثيق للاشياء ولكن بطريقه سينمائيه، بمعنى انه في لقطات، في شغل على اللقطات، في شغل يعني على المونتاج، يعني مزج بين الدراما الى حد، يعني وصحة. مش دراما بالمعنى مثل مثلا فيلم معركه الجزائر، يعني لا هو، ولكن الشغل التكنيك التقنيات اللي تم استخدامها بطريقة التوليف وطريقة التصوير هي تعمل فيلم وثائقي بعيد كليا عن الشغل التلفزيوني. طبيعة الحال كمان أهميته أنه وثق لمرحلة كتير أساسية ومهمة بمصر بهذه الفترة من بعد 25. تذكر أنه الفيلم الوحيد، هناك حوالي 7 أو 10 أفلام تم صنعها عن الثورة المصرية بهذه المرحلة، لأنه كان في شيء كتير مختلف عم بيصير بدولة مثل مصر، يعني فترة طويلة بأنظمة متعاقبة كانت مرحلة تاريخية كثير مهمة، وأول مرة يتم إطاحة برئيس يعني بمصر، فإطاحة كمان يمكن تكون كلمة كبيرة ولكن تحت الضغط هذا، فهذا الفيلم هون كمان أهميته.
الفيلم الثالث يلي نحن نتطرق له هو فيلم تشي، هو فيلم أمريكي من جزئين من إنتاج عام 2008، وهو من أنواع الأفلام الدرامية. تدور أحداث الفيلمين يلي الجزء الأول حول الثورة الأرجنتيني الماركسي تشي غيفارا. الجزء الأول بيركز على الثورة الكوبية منذ هبوط فيدال كاسترو وغيفارا وحركة الثوريين وآخرين، وبالجزء وبعد عامين تم صنع الجزء الثاني. هالفيلم هو من أشهر الأفلام. بنيسيو ديل تورو لعب دور تشي غيفارا، يمكن بالنسبة لي من أجمل من أدى هالدور. كيف تجد هذا الفيلم؟ هو مش بس بالنسبة لي، كان بالنسبة لي هذا رأيي الشخصي. بعتبر إنه حبيت تشي غيفارا من وراء تمثيله لهذا الفيلم. هذا من أهم الأفلام اللي انعملت مش بس عن تشي غيفارا، اللي انعملت عن هالنوع من المواضيع. سينمائيا أكيد بدك بينحكى كتير عنه. معظم الملاحظات اللي انقلت عن الفيلم ملاحظات كتير إيجابية. التمثيل طبيعة الحال كان تمثيل رائع، وكمان بذات الوقت في اختلاف، يعني اذا بينشاف الفيلم هلا يشاهد الفيلم هلا في نوع من تغيير، مش بالمعنى السلبي، بالعكس بطريقة الشغل. الجزء الاول هو جزء اكثر مايل الى التوثيق، بس بالمعنى نرجع كمان لذات الفكرة بالمعنى السينمائي، يعني في لقطات بتحسيها انه هي وثائقية عن مثلا اجتماعات انعملت، عن زياره للامم المتحده، عن مقابلات انعملت مع تشي غيفارا، ولكن الثاني اغنت الفيلم، ولكن الثاني هو بيروح نوع صوب اكثر الحس الانساني والشاعريه، اذا بدنا نحكي بهذه الكلمات النقديه اللي بيستعملوها كثار، السينما الشاعريه او شيء، في صوره اجمل واهدأ بطريقه التعامل مع هالثائر الاممي زي ما نسميه. فبطبيعة الحال هذا من أهم الأفلام يلي مثل ما بيقولوا هي مرجع، ويجب مرجع بالسينما طبيعة الحال، مرجع بالسينما كصناعة سينما، كيف تنعمل السينما عن قضايا هالقد مهمة من دون ما يسمح للقضايا أن تتغلب على السينما. فهذا فعلا يعني هو ستيفن سادنبرغ عرف كيف يمزج بين الموضوعين. الفيلم الرابع هو غاندي، يلي هو فيلم تاريخي من انتاج عام 1982، حاز على 8 جوائز اوسكار، ويتحدث عن حياه مهاتما غاندي يلي هو قائد مقاومة العنف بالهند ضد حكم بريطانيا العظمى الاستعماري للهند. هذا الفيلم كمان يمكن من الافلام يلي بتأرخ مرحلة كتير مهمة. كيف وجدت الفيلم؟ هلا هو انا برايي المتواضع جدا هو من أسوأ الافلام من انعملت سينمائيا، يعني هو مشكلته لهذا الفيلم هو طبيعه الحال هو وثيقه، يعني مش وثائقي، هو وثيقه عن شخصيه تاريخيه مهمه لعبت دور بالعالم، واخترعت نوع من نمط معين من المقاومه ضد محتل، يعني بطريقه لا عنف. هيدي مساله منها هالقد سهله، يلي هي لها علاقة بكيفية مواجهة المحتل بمؤسسات الدولة، العصيان المدني، المظاهرات، يعني بطريقة كتير سلمية، بطريقة كتير حضارية إذا بدنا نسمي. ولكن هو سينمائيا مشكلة هذا النوع من الأفلام وقت يلي بدك تحكي عن سيرة حياة شخصية معينة، منا سهل أنه يتم اختزال سيرة الحياة، وأي محطات بدنا نحكي عنها وأي لحظات يلي بده يختارها المخرج. فهون في تحدي كتير كبير برأيي، أنه ما كان كتير الفيلم قادر يستجيب لهذا الشيء. في نوع من يعني في نوع تغيير من تغيير بالأحداث، مش تغيير لا، ولكن في كتير مواضيع وفي كتير من المحطات يلي مرق فيها غاندي بحياته، مثل كأنه عم تقدم يعني كأنه عم تقدم انه هيك انه مثل ريبورتاج، يعني انه مش حلو ينقال عنه الفيلم هيك. هون تكمن صعوبة التوثيق بطريقة دراسية، صعوبة اختزال سيرة حياة. مشان هيك اظن انه فيلم تشيد انعمل على جزئين، لانه كان ستيفن سودربرغ بده ياخذ راحته بانه يحكي عن هاي الشخصيه، فاخذ وكان عنده انتاج يمكن اكثر، وكان عنده تمويل احسن وعنده وقت اكثر ليشتغل على هذا الموضوع، فاخذ راحته اكثر بانه يقدم كثير اشياء عن تشي غيفارا من دون ما يحسسنا بانه نحن عم نحضر مجرد ريبورتاج على التلفزيون وعم نشوف او عم نقرا كتاب تاريخي يعني عنه. الفيلم الأخير يلي رح نتطرق له هو لاند أند فريدم، هو فيلم أمريكي من إنتاج 1995، وبتدور أحداث الفيلم حول أحد أعضاء الحزب الشيوعي في ليفربول الذي يسافر إلى إسبانيا عام 1936 للانضمام للأولية الدولية المناهضة للفاشية خلال الحرب الأهلية الإسبانية. لكن في قصة حب بترافق هالفيلم.
وين تكمن أهمية هالفيلم أو كمان بنظرك؟ لا هذا يعني أولا الفيلم لكين لوتش، وكين لوتش معروف ولا يزال حتى اليوم هو من الأشخاص اللي فينا نقول بكل هيك يعني بكل احترام ومحبة، وشي كتير حلو أنه هو بعضه من السينمائيين اللي ممكن نقول عنهم أنهم يساريين بالمعنى الحقيقي للكلمة، مش بمعنى النضال والخطاب والحكي اللي ما له معنى. بكل أفلامه، بمعظم أفلامه، بغالبية أفلامه كان عنده هذا الميل اليساري بمعالجة القضايا، سواء ببلده ببريطانيا أو سواء على المستوى الاجتماعي، أو حتى من يرجع لتاريخ صراع الحرب بين الإيرلنديين وبين التاج الملكي ببريطانيا. فهذا أهمية الفيلم أولا أنه هو جزء من مشروع متكامل لكين لوتش، مشروع سينمائي متكامل له علاقة بالأفكار وله علاقة بتأملاته وله علاقة بإحساسه هو كشخص تجاه القضايا بالعالم، وأنه إيه بيرجع بيذكر يعني في نوع من التذكير بأنه في كمان بأوروبا ثورات انعملت ولازم ما ننساها، وهي تجارب مهمة. هلا طبعا قصه حب وما قصه حب وهيدي القصص، لانه دائما لانه بتعطي نكهه شوي اكثر يعني مشان لانه حتى بفيلم تشي جيفارا اذا بنرجع بنتذكر في كثير محطات ما لها علاقه مباشره بالثوره، لان دائما هذا النوع من الشغل بده هيدي المسافه يلي هي مسافه سينمائيه صغيره يلي صحيح. هي طبيعيه وما بتنزع السياق صحيح. نوع من راحه للمشاهد انه ايه كمان مش بس نوع من راحه، كمان انه حب داخل الحركه في الصور بحبه كمان وبيعيشوا حياه طبيعيه ومشاعر وكله، يعني هيدا ما بيلغي هيدا، يعني بالعكس يمكن بيكملوا بعضهم. هيدا الشيء يلي ممتع ويلي بيظهرك يمكن من الاجواء المشحونه وبيعطي اضافه صحيح. حلوه صحيح. مجموعه الافلام اكيد اي شخص بحب يعرف عن الثورات ممكن يتابعها، موجوده كلها متوفره على اليوتيوب او بمراكز البيع للافلام. صحيح. هيك بتكون خلصت فقرتنا لليوم، شكرا نديم مجرجوره.